السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي الطلبة في كل مكان. اليوم ألتقيكم في الجزء التاسع والأخير من درس القدس بوصلة ومجد. ما المطلوب منكم حتى تتمكنوا من هذا الدرس بشكل تكونوا فيه أنتم يعني راضون عن أنفسكم في الدرجة الأولى؟ أولا، أنتم بحاجة إلى أكثر من مصدر لهذا الدرس. بمعنى إذا الأستاذ محمد شرح الدرس على 9 أجزاء بتتابعها بشكل ممتاز، وأنت بحاجة أيضا إلى معلم آخر أو معلمة أخرى أو مصدر آخر، بحيث اللي الأستاذ محمد ما تناوله أو تناساه أو ما يعني التفت له في 9 أجزاء لهذا الدرس، بجوز زميلي أو زميلتي التفتت له وبينته في شروحها. بمعنى أن القدس بوصلة ومجد تجدون له الكثير من الشروحات أحيانا لكثير من الزملاء، مشان ما تتشتتوش بدكم مصدر واحد أو مصدرين يكملن بعض، بحيث إذا الأستاذ ما جاب سيرة هاي المواضيع الأستاذ الثاني جاب سيرتها، فبالتالي بصير في عندي تكامل في هذا الموضوع. الدرس عليكم أن تختموه مرتين على الأقل. المرة الأولى تتمكنوا من أسئلة الكتاب بحيث لا يغيب عن ذهنكم أي سؤال، والختمة الثانية لهذا الدرس هي الأسئلة الخارجية التي تأتي على مختلف جوانب اللغة العربية من نحو وصرف وإعراب وإلى ذلك. فبالتالي عرفتوا شو بدكم؟ بدكم مصدرين. المصدر الأول إذا قصر المصدر الثاني بيكمل الإشي اللي قصر فيه أو اللي يعني ما تناولوا المصدر الأول. طلبي منكم الأخير أن تضعوا الإعجاب أسفل الفيديو، وذلك لظهوره أكثر على اقتراحاتي اليوتيوب. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان على جميل تعليقاتكم، وهيا بنا نبدأ. الفقرة الأخيرة من الدرس من عند قول المؤلفين: ستظل هذه المدينة حتى النصر المؤزر. وسؤالنا الأول: ما الفكرة الرئيسة مما سبق؟ عند قراءتك للفقرة الأخيرة تجد أن الفكرة الرئيسية التي تتحدث عنها هي حتمية النصر المؤزر للقدس وتحريرها رغم المؤامرات. إذن حتمية النصر المؤزر للقدس رغم المؤامرات التي تتعرض لها. هذه الفكرة الأساسية وين؟ في الفقرة الأخيرة من الدرس. سؤالنا الثاني: ماذا تعني القدس للأجيال؟ ماذا تعني القدس للأجيال الحالية وللأجيال القادمة؟ حقيقة الإجابة هي الفقرة جميعها، ولكن على طريق نقاط معينة. فبإمكانكم أنكم تكتبوا جواب السؤال ماذا تعني القدس للأجيال. النقطة الأولى هي الأرض التي تفيض قداسة وبركة. هذا معنى القدس بالنسبة إلنا، هي الأرض المليئة بالخيرات وبالقداسة وبالطهر، كل الأنبياء كانوا فيها. وإذا أرض الله التي تفيض قداسة وبركة. ثانيا، ماذا تعني القدس للأجيال؟ تعني أن تاريخها لا يسقط بالتقادم، ولا مستقبلها يتغير برغم ما يحاول به الاحتلال من تشويه لمعالمها وتغييرها. هاي نقطتين. النقطة الثالثة: القدس منتهى الآمال وغاية المنى. أربعة: سيظل الأطفال يرسمونها عن ظهر قلب في كراساتهم ويحفظونها أنشودة. وأيضا أخيرا: النصر قادم بالتحرير. لاحظوا الفقرة اللي أمامكم يا جماعة ونحن نكتب فيها: سيظل الأطفال يرسمونها في كراساتهم، هنا في كراساتهم عن ظهر قلب سيظل الأطفال يرسمونها في كراساتهم وتحفظها الأجيال أنشودة وتحفظها الأجيال إيش؟ أنشودة. هذه شكلي أنا من السرعة مش كاتبها، وما بالرغم من أنه في عليها سؤال فرعي. تعالوا نكمل. إذن هذا ما تعني القدس للأجيال. تعيد الفقرة بنقاط معينة.
هي أرض الله التي تفيض قداسة وبركة. ثانيا، تاريخها لا يسقط بالتقادم ولا مستقبلها يتغير مهما حاول الاحتلال تغيير أرض الواقع. ثالثا، هي منتهى الآمال وغاية المنى. رابعا، سيظل الأطفال يرسمونها في كراساتهم ويحفظونها أنشودة. خامسا، النصر المؤزر وحتمية النصر بتحريرها. سؤالنا الثالث، ما المعنى الذي أفاد حرف الجر من في قوله من جنباتها من عيونها؟ هي ابتداء الغاية المكانية، ابتداء الغاية المكانية، يعني من وين بدأ. وفي طبعا سؤال الرابع ألف، هذا سؤال الرابع باء، ما المعنى الذي أفاد أيضا حرف الجر ولكن الباء في قوله بصياط الجلادين، يعني استعان بالصوت، صياط هنا اسم آلة، وبصياط بمعنى الاستعانة، باء تفيد الاستعانة. سؤالنا الخامس، ما المعنى المستفاد من الزيادة في كلمة التقادم؟ فلا تاريخها يسقط بالتقادم، بالتقادم يعني بالتدريج، قدم على قدم، يوم على يوم، أسبوع على أسبوع، شهر على شهر، سنة على سنة، بصير الإشي قديم، متقادم، تقادم. فبالتالي المعنى الذي خرج إليه الزيادة أو المعنى المستفاد من الزيادة في كلمة التقادم، يا بتحط التدرج يا التدريج، والثنتين نفس المعنى، يعني شوي شوي. ما دلالة قوله، يعني شو بتفهم من قول الكاتب أو المؤلفين تاريخها لا يسقط بالتقادم؟ ما المعنى المفهوم بأن تاريخها لا يسقط بالتقادم؟ دلالة على ثبات حق القدس مهما حاول الاحتلال التغيير من معالمها، ثبات حق القدس، القدس إلنا حق فيها، والقدس إلها حقها علينا إن نحررها، والاحتلال ما في له فيها أي شيء. فبالتالي ثبات حق القدس برغم مهما حاول الاحتلال من تغيير معالمها، هي معنى تاريخها لا يسقط بالتقادم. ونعرب ما تحته خط، تعالوا نعرب ما تحته خط هنا، ونذكر أخيرا سؤالنا الأخير مع الإعراب. سؤالنا الأخير، أوضح جمل التصوير الوارد في الفقرة. يعني أنا ما اخترت لكم أي جملة فيها تشبيه أو فيها تصوير أو فيها صورة فنية، لأني بدنا نطلع كل الصور الفنية الموجودة أمامكم في الفقرة اللي أمامنا على السبورة. ولكن تعالوا بنا مباشرة نعلم، ستظل هذه المدينة. لاحظوا، شفتوا ظل، ظل الطقس لطيفا، مع أنه حاليا مش لطيف، هو منخفض، بس إذا من أخوات كان هذه، إذا بدها اسم وبدها خبر، وين اسم ظل؟ ستظل وين؟ هذه. إذن هذه اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ظل. طب وين خبرها؟ ما تقوليش المدينة، لأنك لو قلت المدينة ما تمش المعنى. ستظل هذه المدينة، شو بدها تظل؟ كل شو بدها تظل؟ كل. تعالوا نجرب أنا وياكم وشوفوا وين الخبر، اللي هو شو يعني قصدي خبر ظل. ستظل هذه المدينة، كل شو بدها تظل؟ ستظل هذه المدينة رغم جراحها النازفة. برضو ما فهمتش شو بدها تظل هذه المدينة رغم جراحها النازفة، شو بدها تظل؟ وردة جورية؟ ما قلت ليش. ستظل هذه المدينة رغم جراحها النازفة، يا زلمة تعبت قلبي، كل شو بدها تظل؟ ورغم القهر الذي، لسه هذا الزلمة بيعمل لي موضوع تعبير. ما تمش الخبر، ما تمش المعنى. تقدرش تقول ورغم القهر، ليه؟ اقرأ. ستظل هذه المدينة رغم جراحها النازفة ورغم القهر، شو بدها تظل رغم هذا الاشي وهذا الاشي وهذا الاشي اللي بتقول فيه؟ كله اختصر، الذي يفوح من جنباتها ومن عيون. لحد الآن ما وصلناش الخبر يا جماعة، طلعوا. ستظل هذه المدينة، اسمحوا لي كله بدناش إياه. ستظل هذه المدينة، يا سلام، أرض الله. ولذلك أرض هذه خبر ظل منصوب، انتبهوا له. خلصنا أهم إعرابين، أهم إعراب ثالث المدينة. لاحظوا، المدينة أجت بعد اسم إشارة وجاءت معرفة بأل، فبكون إعرابها بدل من اللي قبلها. اللي قبلها مرفوع لأنه اسم ظل مرفوع، إذن المدينة بدل مرفوع من هذه، يعني ستظل المدينة أو ستظل هذه أرض الله. هذه هذا وهذه هذا، وإن شاء الله اللحمة وكعش علينا. ماشي جماعة؟ طيب،
ستظل هذه المدينة عرضناها الثنتين ورغم القهر الذي يفوح من جنباتها أرض الله. إذا خبر ظل منصوب وهي مضاف والله مضاف إليه تفيض قداسة. شوفوا في سؤالنا الثالث المؤزر منتهى أنشود قداسة هات ضد الأولى. شو معنى المؤزر؟ بالنصر المؤزر، المؤزر القوي الأكيد. فأنت تقدر تحط عكس كلمة المؤزر شو يعني الضعيف الهزيل. في نصر هزيل نصر ضعيف وفي نصر تقرع له الطبول. فبالتالي عكس المؤزر بما معنى المؤزر القوي تقدر تقول الهزيل أو الضعيف. تمام. منتهى ما المعنى الصرفي لها؟ منتهى اسم ماشي مصدر ميمي. منتهى مصدر ميمي يبدأ في ميم. ونشوف طبعا مصدر الميمي بالمناسبة راح أشرح أو اسم الهيئة وهذه الأمور الداعم للمنهاج بس ارحموني مش هسا تنخلص من المنهاج المقرر بوعدكم الشغلات الداعم للمنهاج ناخذها برضو على جنب. عرفتوا شو المؤزر منتهى أنشودة بده وزن الثالثي. أنشودة شو وزنها؟ أفعولة وقف عطف وبركة اسم معطوف منصوب. لا تاريخها ولا مستقبلها لا النافية. فلا تاريخها يسقط بالتقادم ولا مستقبلها يتغير. شوف هذه مهمة عن كونه في كان. هذا الهاء هذه اسم كان ومنتهى خبر كان المنصوب بالفتح وهو مضاف والآمال مضاف إليه وغاية المنى اسم معطوف منصوب. سيظل الأطفال اسم ظل مرفوع يرسمونها يرسمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به هي اللي بدها ترسم يرسمونها. طيب سيظل الأطفال يرسمونها والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب خبر يظل في كراساتهم جار ومجرور وتحفظها الأجيال فعل ومفعول به والأجيال فاعل. أنشودة كيف تحفظها؟ أنشودة تمييز منصوب ووعدا اسم معطوف منصوب. سيكلل فعل مضارع مبني للمجهول مش يكلل يكلل بالنصر جار ومجرور والمؤزر شو إعرابها؟ نعت مجرور والنازفة أيضا نعت مجرور. فتعالوا نشوف سؤالنا الأخير وضح جمال التصوير. ستظل هذه المدينة رغم جراحها النازفة شبه القدس بإنسان مصاب مجروح ينزف دما ورغم القهر الذي يفوح فيه ريحة القهر فشبه القهر بشيء له رائحة نفاثة له رائحة مكروهة له رائحة معروفة يعني الكل بيقدر يشمها. إذا ورغم القهر الذي يفوح إذا شبه القهر برائحة تقدر تقوله برائحة نتنة منيح يعني هو القهر شو بدي يمكن ريحته يعني سي كي ولا جيورجو أرماني مش فاهم أنا. طيب يا جماعة هاتوا نكمل نكمل الإعرابات اللي عندنا أو نكمل الصور الفنية. عيونها المعذبة شبه القدس بفتاة معذبة بما تتعرض لها من قهر. فلا تاريخها يسقط بالتقادم أو مهما غير الاحتلال من معالمها سيظل الأطفال يرسمونها. عفوا انتقلت هنا للدلالة. ما دلالة مهما غير الاحتلال من معالمها أو دلالة على ثبات القدس سيظل الأطفال يرسمونها دلالة على التمسك بالقدس وحبها والحفاظ عليها. هذا أهم الصور الفنية الواردة هنا وأهم الأسئلة اللي ممكن تطرح على الفقرة الأخيرة. إذا أنت حسيت حالك هاتوا القدس يا جماعة شوي في آخر دقيقة. إذا أنت حسيت حالك خلصت درس القدس بوصلة ومجد أخرى مرة تابع الأجزاء هاي بتشوف لك زميل ثاني أو زميلة ثانية سواء كان معلم وجاهي في حصتك الصفية أو إذا كنت دراسة خاصة أو ما بتوصل المدرسة بدك أستاذ ثاني شرح القدس بوصلة ومجد. بس بالله عليكم ما مش ضروري تحضر الأربعة خمسة بتضيع وقت كثير.
يكفيكم معلمين اثنين بحيث إذا قصر واحد في تناول بعض الجوانب المعلم الثاني لا يقصر، بالتالي تكتمل المادة وعليكم بأسئلة الكتاب المقرر، وبالتالي تكون مطمئنين بأن هذا الدرس أصبح في الجيب الصغيرة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، وأتأمل منكم أيضا ترك تعليقاتكم أسفل الفيديو، فهي التي تجعلني أعود إليكم مجددا كي ألتقيكم في كل مرة، على أمل أن أعود وألتقيكم مرة أخرى في درس قادم جديد. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعوة أصدقائكم من كل مكان للاشتراك للاستفادة والإفادة. إلى اللقاء.